أهلا بكم وحلقة جديدة من خمسة رياضة. النهاردة عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن الناس جت بعد الأسبوع الأولاني أو التاني قالك بس ده الدوري العام خلاص هيحسم، أو على الأقل بالنسبة للهبوط الإسماعيلي والإسترن كومباني اللي هي الشرقية للدخان، دول خلاص هيبقوا حصالة الأندية ومفيش، خلاص دول يعتبروا اتنين نزلوا هيدوروا على الفريق التالت والأمور تبقى هادية والدوري هيبقى ضعيف جدا لانه مفيش فيه منافسة، لان كمان فوق بتبقى محسومة الاهلي والزمالك وبيراميدز، وتحت بيبقى فيه اتنين خلاص هيتأكد انهم هينزلوا وهيجيبوا الفريق التالت، وده معناه انه هيبقى بعد كده كله تحصيل حاصل. انا الحقيقة ما كنتش موافق على كده، لانه لا يوجد ابدا ابدا فريق ينفق عليه اكتر من 150 مليون جنيه وبعد كده هو تقول ده خلاص مؤكد انه هينزل. الكلام ده غير حقيقي بالمرة. إسترن كومباني أنا عايز أقف عنده، إن هذا الفريق ابتدى يستفيق رغم إنه كان خسر تقريبا كل مبارياته، ولو كان بيعمل حاجة بيعمل تعادل، لكن أنا كنت متأكد إن هم هيقفوا على رجليهم تاني، وهذا هو ما حدث. الفريق ده لعب في كأس مصر وكسب فريق غزل المحلة. هل كانت مفاجأة؟ لا، مش بقولك مش مفاجأة، لأن أنت بتلعب فريق ابتدى ياخد الخبرات. دايما لعيب الدوري الممتاز بتعوزه الخبرات، يعني كل لعيبة الدوري الممتاز بيبقوا لعيبة كويسين ولعيبة على مستوى، ولكن بتفرق فريق عن فريق وجود خبرات لديه. الفريق ده بمجرد ما بدأ ياخد الخبرات ابتدى يقف على رجليه. أيضا النادي الإسماعيلي، أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن فريق النادي الإسماعيلي من الممكن أن هو يهبط لدوري القسم الثاني، دي مسألة ليست موجودة وليست في قاموس كرة القدم. الإسماعيلي فريق ممتع، كان وسيظل فريقا ممتعا، وشرف للكرة المصرية أن يكون في فريق النادي الإسماعيلي. اللي بيحصل أنه الجمهور إلى حد ما أحيانا بيكون عنصر سلب مش عنصر إيجاب، وبالذات في المدن الصغيرة. يعني حضرتك مثلا لما تكون في بورسعيد بتقعد على قهوة بيقعد فيها كل أقطاب التشجيع في النادي، دول تقريبا اللي بيحددوا مين يقعد ومين يمشي، وبيضغطوا بشكل أو بآخر من خلال الجماهير العريضة اللي بتسمعهم على مجالس الإدارات اللي بترضخ ليهم، لأن المسألة بتبقى صعبة قوي. نفس الشيء أنا شفته في المحلة، الجمهور في كده كام قهوة بتبقى هي دي اللي بتستقطب الأقطاب التشجيع، وتكون النتيجة إن هم بيحددوا وبيضغطوا على المدير الفني، خاصة لما بيبقى مصري، وعادة في المحلة بالذات بيبقى الجهاز الفني وطني ما بيجيبوش مدير فني أجنبي، إلا يمكن نادرا جدا في تاريخ النادي لما جه مدير فني ألماني. أنا الحقيقة قابلته وسافرت معاه تونس في البطولة العربية، والمحلة عمل ماتشات في غاية الروعة، كان اسمه بيتر شتوب، كان راجل ألماني ولم يكن متزوجا وما صدق، عجبته قوي الحياة في مصر، وكان بيحب يقعد على القهوة ويلعب طاولة، وبمرور الوقت صار أكثر من المدربين الوطنيين حبا لهذا البلد وأيضا تأقلما مع الحياة فيه، فبقوا يضغطوا عليه وبدأ يرضخ للضغوط. يمكن الميزة بتبقى دايما في المدرب الأجنبي إنه بيبقى مش عارف اللغة اللي انت بتتكلم بيها، فمش حاسس باللي انت بتقوله، فبالتالي بيعمل اللي هو في دماغه. في كل الأحوال زي ما قلت لحضراتكم، الدوري ما زال طويلا، مسابقة الكأس ما زالت طويلة، ممكن جدا يكسب الفريق غير المرشح، وإن كنت بعتقد أن جميع الفرق الآن صارت مرشحة. ليه؟ مفيش تفاوت في المستوى، بمجرد ما الفرق النتائجها سيئة بدأت تاخد خبرات، أعتقد أنه الأمور بدأت تتغير وابتدوا يحصدوا نقاط، وحيبقى الدوري الفترة اللي جاية دي أكثر سخونة واشتعالا عن ذي قبل. شكرا.